معنا من باريس مراسلتنا عزة غريبة، ومن القاهرة مراسلتنا آية راضي، وأيضا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. سأبدأ بداية مع عزة غريبة. عزة، إذا اليوم هو يوم ربما يكون مفصلي مع هذه الاجتماعات المهمة وهذا المؤتمر المهم أيضا حول الشأن الليبي، كيف ممكن تلخيص أهم ربما القوى الدافعة لمثل هذا المؤتمر وأهم العناوين العريضة التي ستطرح فيه؟ تماما ماجد، كما ذكرت ربما يكون مؤتمرا مفصليا على الأقل لأنه يجري قبل أقل من 6 أسابيع على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ليبيا، وبالتالي هذه نقطة أساسية. النقطة الأخرى هي أنه صحيح أن المؤتمر يعقد هنا في باريس، ولكنه يعقد برئاسة فرنسية، إيطالية، ألمانية، وأنت تعلم أنه كان هناك منافسة بين هذه الدول في عقد مؤتمرات حول ليبيا في الفترة الماضية، وبالتالي هذا المؤتمر اليوم لأنه برئاسة مشتركة وتنسيق، لأن رئيس الوزراء الليبي ماريو دراغي يصل بعد قليل إلى قصر الإليزي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتالي هناك تنسيق بين البلدين اللذين عادة ما يكون هناك تنافس بينهما على تنظيم المؤتمرات بشأن ليبيا. بالنسبة لأهداف المؤتمر الأساسية تتعلق بتنظيم الانتخابات، تعبئة دولية لإنجاح هذه الانتخابات وعدم الرجوع عن نتائجها. النقطة الثانية هي سحب المرتزقة، ولذلك قال لنا مصدر فرنسي في الرئاسة بأن حضور تركيا وروسيا مهم جدا. روسيا ممثلة بوزير الخارجية، ولكن تركيا ممثلة بشكل ضئيل جدا، نائب وزير الخارجية هو الذي يمثل تركيا، إذن تمثيل تركيا ضعيف، ويعود ذلك بحسب مراقبين إلى دعوة باريس، اليونان وقبرص، وبالتالي هذا أيضا قد يؤثر على نتائج المؤتمر. النقطة الثالثة والأخيرة ربما هي المسألة التي تتعلق بتوحيد المؤسسات الليبية، توزيع عادل للثروات، وضمان أن يقوم هذا البلد بالوقوف بشكل قوي قادر على التماسك اقتصاديا وأيضا إنسانيا، لأن ذلك يؤثر على والمنطقة وكذلك على أوروبا. طيب دعيني أذهب إلى القاهرة مع مراسلتنا آية راضي. آية، الجانب المصري يحضر بقوة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر هذا المؤتمر، هناك أهمية خاصة لمصر بالنسبة لحل المسألة الليبية وأيضا تجهيز المرحلة القادمة، كيف تحضر مصر هذا المؤتمر بالذات؟ صحيح ماجد، هناك مشاركة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. القاهرة تنظر إلى هذا المؤتمر بأنه مؤتمر هام، وهذا ما أعلنته نصا الرئاسة المصرية في بيان لها أمس. قالت إن مصر تعول كثيرا على هذا المؤتمر الخاص بدعم ليبيا، لأن القاهرة لديها نقاط عديدة ستطرح خلال هذا المؤتمر. مصر تحاول أن تحشد تحركا دوليا يساند ليبيا في هذه المرحلة، خاصة أن القاهرة لديها مخاوف من بقاء القوات الأجنبية في ليبيا حتى الآن، وهذا ما طلبت به مصر. وقالته الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيركز بشكل أساسي على هذه النقطة، لأن مصر ترى أن خروج القوات الأجنبية سيساهم بشكل كبير في دعم المسار السياسي خلال الفترة المقبلة، وأيضا دعم المسار الذي سيؤدي إلى عقد الانتخابات الليبية في موعدها. القاهرة لديها مخاوف من هذه النقطة بالتحديد بألا تعقد الانتخابات، وبالتالي مصر تتحرك في العديد من الاتجاهات لدعم ليبيا وعقد الانتخابات في موعدها، سواء بالمشاركة في هذا المؤتمر أو من خلال أيضا مخاطبة المجتمع الدولي ليقف بجانب ليبيا. كان هناك زيارة لسامح شكري وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين، أيضا مصر طرحت خلال هذه الزيارة أن تدعم الولايات المتحدة ما تم الاتفاق عليه من خلال اللجنة العسكرية 5+5، إضافة إلى التحركات المصرية التي كانت تتم خلال الفترة المقبلة سواء الماضية، سواء من إعلان القاهرة الذي طرحته مصر من قبل أو من خلال مخاطبة كل الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة الليبية. طيب سأذهب أيضا إلى موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، الجانب الروسي كان ولا زال لاعبا مهما في المسرح الليبي من أكثر من زوايا،
قد يختلف مع الأطراف الغربية في بعض الأحيان. ما رأي موسكو حول هذا المؤتمر؟ إلى أي مدى هي تدعمه؟ يعني ما البيانات التي خرجت إلى الآن حول هذا الموضوع؟ ماجد، في الحقيقة موسكو تنظر إلى هذا المؤتمر الدولي حول ليبيا بأهمية بالغة وتراه ضروريا، وبذلك تحضر إليه على مستوى وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي يرأس الوفد الروسي الرفيع الذي يضم أيضا في قوامه مبعوث رئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل باغدانوف. طبعا موسكو لطالما أكدت مرارا ماجد على أنها تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية، ودعمت مخرجات مؤتمر برلين الذي دعمته بشدة في إطار دعمها لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لحل حالة الأزمة في هذا البلد وإعادته إلى بر الأمان وإنهاء حالة عدم الاستقرار والفوضى التي تؤثر سلبا ليس فقط على دول الجوار وإنما على العالم أيضا، وهناك مصالح روسية بطبيعة الحال اقتصادية موجودة في هذا البلد. من هنا موسكو مهتمة جدا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بإخراج ليبيا بأسرع وقت ممكن من حالة عدم الاستقرار إلى بر الأمان كما تتحدث. هناك مؤشرات إيجابية جدا تتحدث عن دعم موسكو لمخرجات هذا المؤتمر في باريس الذي يجري اليوم. هناك دعم روسي واضح لمسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على اعتبار أنها الطريق والسبيل الذي سيوصل ليبيا إلى بر الأمان. هناك دعم روسي في هذا الاتجاه. هناك اتصالات روسية مستمرة مع كافة الفرقاء الليبيين في هذا المسار. بالإضافة يجب هنا ماجد أن نذكر أن عشية هذا المؤتمر التقى نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو مبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش، وبحث معه تطورات الساحة الليبية وأكد على ضرورة إنهاء حالة الفوضى في هذا البلد والإسراع بإخراجه إلى بر الأمان والاستقرار. طيب، أشكرك من موسكو مراسلتنا ريج محمد، وأيضا من القاهرة مراسلتنا آية راضي، كما كانت معنا أيضا من باريس مراسلتنا عزة غريبة. شكرا جزيلا لكم جميعا.